السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم محبي مسلسل دار غريب. إليكم ملخص الحلقة 12. سلوى عم تجهز حالها لير حالة هي وزوجها وبتروح هلا عند أبوها وبتقول له يروح معهم، بس غريب ما بيقبل وما بيروح معهم. منشوف الناس كلها مجتمع من شان الرحلة، وبيطلع بدر وبيقول أنا كابتن السفينة، وبينصدم سلوى. ناصر قاعد مع زكريا، وزكريا بيعتذر منه وبيقول له كنت مفكر انك واحد نصاب، بس هلق نحنا بنعرف انه غريب هو يلي ضحك علينا وما فرجانا الاوراق. بيروح لعند غريب وبيحاول يطالعه من الحالة اللي هو فيها، وبيقول له انت مؤمن والمؤمن لازم ما تعمل هيك، تطلع وتشوف شغلك. بدر بيقعد مع أحمد زوج سلوى وبيصير يحكي، وبدر بيحكي عن سلوى وبيحاول يعمل مشاكل بيناتهم. ندى بتطلب من سالم يروح لناصر ويخبره، بس سالم بيقول لا ممكن. سلوى بتروح لزوجها وبتقول له أنا نسيت الكاسات تعشط وجيبي، بيقول لها لا أنت روحي جيبيهن مثل ما نسيتين. بتروح وبتكون الدنيا ليل، وبيطلع بدر وبيخوفها وبيقول له بس ما يكون ضربك جوزك. بتقول له زوجي انت ما لك علاقة فيه. احمد بيروح ليشوف سلوى لانها تأخرت، وبيسمع صوت سلوى وبتقول لبدر اوعك تقول انك شفتني. بيوصل احمد وبيشوف بدر وبيقول له شفت لي سلوى، بيقول له مرت واحدة من هون، يمكن لما شافتني خافت، يمكن هي مرتك. وبيقول له سلوى وبتقول سلوى انا طعت، وبيصير اخي خانق سلوى، بس بدر بيدخل وبيتخانق معه. أخو أسماء بيوصل الديري وبيصير يراقب غريب، وبيكون غريب عم يحكي مع الكرسي أسماء، وأخو أسماء مستمر بمراقبة غريب. أسماء بتطلع لشفيقة وبتقول له أنا مسامحتك، بس أنت لازم تعملي بناتي معاملة كويسة وتعتني فيهم. شفيقة بتفيق وبتشوف حالها كانت عم تحلم.